في الكويت أعمال الذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت. أنا فضة أول مذيعة في الكويت أعمال الذكاء أول مذيعة في الكويت أعمال الذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز. مؤسسة كويت نيوز الإعلامية. ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ أنا فضة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية. أنا فضة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية. لنسمع آراءكم.